عندي المهم الساعية، عندي المعيز، هذيك هي الخدمة نتاعي. النهار نتاع ثلاثة الصباح راه حسبان نتفقدهم، ما لقيت والو، لقيت مسرقوهم. الايامات اللي فاتوا كنت ديما نعس حراسة ديما، ساعة بساعة ولا زوج سوايع بزوج سوايع، المهم ديما حراسة عليهم. هذيك هي الخبزة نتاعي، لازمني نحرص عليهم. النهار هذاك ما رحتش، المهم قلت بالك ديما ما كان والو، ما درتش حسابي باه يديهم. المهم كي رحت الصباح لقيتهم ديجا دوهم. هي نتاعي انسان بسيط، لا خدمة لا والو، هذيك هي الخدمة نتاعي. يتيم، الدار ما كانش، بين الريفي الناس بالكلدات، انا ما ديتش بين الريفي. الحاجة اللي تيجي دوموندها ما كانش، الخدمة يقولوا لك ما كانش، كلش بالوساطة. عبد الوهاب بوهنك نعرفه مليح ومعرفة قديمة، ونعرفه مليح إنسان زوالي ويتيم، ما عنده لا مول أبوه، ودرك مسكين دار واحد البراكة دار فيها أربع معزات من 2011، وهو يتعذب ويتمرمد ليل ونهار وحده، ومن بعد صبر ومنه وخبى، ومن بعد كيوصلوا كواو جاو سرقوا هملو وداو هملو مسكين. نطلبوا من الناس هذه يتعاونوا، ولا اللي دالوا ولا اللي شاف كاش حاجه، ولا يا خاوتي اللي وجه الله رجعوا له. هذا مواطن بسيط وما عندوش. انا والله غير شفته اليوم في فيسبوك، طلقوه في باجا يبكي، انسان راجل يبكي راه يتغيظك عمرك، ما عندوش، حياته كامل من الصباح لليل وهو يسرح، يجوا ناس يدوا له صوالحه او عيب.